الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده واستعينه واستغفره، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وهدى بشيرا ونذيرا، وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ رسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة كشف الله بالغمة، وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم للعالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن أزواجهم أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم لا سهل لما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن الصعب إذا شئت سهلا، فجعل كل صعب سهلا. اللهم علمنا بينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. أبائي وإخواني، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحمد الله وتوفيقه وصلنا في هذه الليلة المباركة إلى الدرس 29 من سلسلة في أنفسكم فلا تبصرون. وحقيقة درس اليوم هو درس مختلف عن باقي الدروس. في دروس سابقة تكلمنا عن بعض الأشياء المرئية في جسم الإنسان، كالعجاز في الجلد، كالعجاز في القلب يعني نحسها، كذلك بعض الظواهر مثل النوم، اختلاف الألسن، اختلاف الألوان، هذه ربما تراها وتعاينها. اليوم ربما سنتحدث عن أشياء خفية لا نراها وحتى لم تكن تخطر على بالنا قبل فترة، وهي علم الجينات وعلم الهندسة الوراثية. وحقيقة الخوض في هذا العلم ومعرفته والحديث عنه حقيقة له أهمية كبيرة جدا. أول هذه الأهمية أنه نعرف مدى محدودية علم الإنسان، ويعني كذلك لا محدودية علم الله تعالى، أو فوق كل ذي علم عليم. يعني إنسان لما يصل إلى مرحلة من العلم يعتقد أنه عرف كل حاجة، يتفاجأ أن هناك علم آخر قد يعني هو ما يعرفه يحتاج أنه يدرس فيه. فعلم الجينات هذا، علم الهندسة الوراثية، فقط ظهر في السنوات الأخيرة بعد ما العلماء كانوا يعتقدوا بالخلية. وكما تعلموا يعني كالعلماء في السابق أقصى علمهم أن الإنسان مكون من خلايا، كما قلنا كل واحد فينا مكون من 100 تريليون خلية. التريليون هو 1000 مليون، يعني واحد قدامه 12 صفر، وضيف له 100 معنا واحد قدامه 14 صفر. كل واحد فينا يعني 100 مليون خلية، كل إنسان فينا. ويعني عشان إحنا أنا يعني قررت من صورة إحنا عن ماذا نتحدث الليلة. يعني هذه الخلايا إحنا نتحدث عن جزء من الخلية، هذه جزء من الخلية، واحد من الخلايا هذه الذي عددها 100 تريليون، 100 مليون خلية. لا بعد، ليس جزء منها، أشياء دقيقة جدا جدا اللي هي تفاصيل 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 التفاصيل. فالعلماء يقولوا هذه الخلية التي تراها لازم يعني كبرها بالمجهر الإلكتروني 140 مرة، ووزنها 1000 مليون جرام. يعني تجيب 1000 مليون خلية تحطها في ميزان يطلع لك 1 جرام. فتصور الإخوان إحنا عن ماذا نتحدث؟ ليس عن الخلية، هذه صور الخلية، أريد أقرب الصورة. إحنا نتحدث عن ما داخل الخلية، عن الجينات. كذلك الخلايا وجدوها العلماء أنها يعني تعمل شيء عجيب، هي ليست فقط وحدة بناء كما كنا نعتقد في السابق. يعني خلية ورا خلية ورا خلية تكون 100 تريليون خلية وتكون جسم إنسان، لا،
وجدوه داخل خلية تتم عملية وظائف، تتم عملية تنظيف، عملية توليد طاقة، عملية مد أنابيب، عملية تحويل بعض المواد إلى مواد أخرى داخل هذه الخلية التي لا ترى بالعين مجردة، ولازم تكبرها من فوق 140 مرة. كذلك الخلايا هذه وجدوها إيش تتجدد في جسم الإنسان. هناك اختلاف ما بين جسم وما بين عضو وعضو. مثلا في البشرة تتجدد كل ثلاث ساعات، يعني إحنا الحين جالسين قبل المغرب لصلاة العشاء وبعد فترة نتعشى، معنى إن خلايانا جددنا في بشرتنا سواء كان في الوجه أو في اليد كل ثلاث ساعات، بينما الخلايا الموجودة في الأمعاء تتجدد كل 48 ساعة كل يومين، بينما الخلايا الموجودة في الدم، خلايا الدم الحمراء اللي يطلع منها الدم أحمر، هذه تتجدد 120 يوم، يعني كل 4 أشهر. فيعني هذا هو العلم الذي الحين نتحدث عنه في هذه الليلة، وهذا العلم الذي حير العلماء وبدوا يبحثوا فيه، وهو جزيئات الخلايا. فبالتالي يعني أول شيء بالتالي هو فوق كل ذي علم عليم. هما يعني يعتقد العلماء إنه آخر علمهم هو الخلية، ونكتشفوا اكتشاف خطير. ثم وجدوا بعد ذلك لا، في شيء ما تحت الخلية، ويعني يقول تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يعني صو يا أخواني، ولا أصغر من ذلك، يعني لو كان هذا القرآن من فم الرسول أو من افتراء الرسول أو من عند الرسول فقط، هل كان يعرف أن حاجة أشي أقل عن ذرة؟ من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر. إيش هو الأصغر الحين اللي نتحدث عنه؟ هي الجينات، هي يعني الحامض النووي، وهي الأشياء الثانية التي إحنا نتحدث عنها. فمعنى ذلك أن هناك إعجاز يا أخوان في القرآن الكريم، وبالتالي علم الإنسان هو علم محدود، فلا يغتر ولا يبطر إن أنا أعرف كل شيء. أنت ما تعرف شيء، اللي تعرفه فقط شيء بسيط، فليس له أي يعني هناك داعي أنك تتكبر وأنك يعني تظلم الناس. شيء ثاني كذلك معرفة هذا العلم ودراسته والقراءة عنه والاستماع إليه هو عدم اليأس. يعني هذا العلم فتح آفاق كثيرة لكثير من الأمراض التي كانت العلماء ربما يعني يعتقدوها أنها غير يعني ليس لها علاج، وسنأتي إليه. يقول تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم رسولنا فنجي من نشاء. حتى إذا استيأس الرسل، تصوروا هذا الرسل استيأسوا، فبقى إحنا كبشر ناقصين العلماء استيأسوا في بعض وإحنا كما تعلم إحنا إيش كبشر، إيش وظيفتنا، إحنا إيش خليفة الله في الأرض، فالرسول يعني هو رسول من الله تعالى وإحنا خليفة الله، فبالتالي إحنا عندنا أيضا رسالة أؤديها في هذه الحياة. فبالتالي طب ما نيأس، أنا يعني كل ما يأسنا الله تعالى يجيبنا شيء، يعطينا شيء من علمه، يفتح لنا شوي شيء من علمه على أساس يكون إيش يعني يعلمنا. فهذا إذا عدم اليأس. الشيء الرابع يعني الفائدة من معرفة هذا العلم، معرفة هذه يعني المعرفة، هو معرفة سبحان الله رجعية الإنسان وتخلفه. يعني إن شاء الله سنتحدث كيف الإنسان هذا الجهول الهلوع، كيف هذا الإنسان الجزوع الهلوع استخدم هذا العلم سبحان الله فيما يضره. نعم هو في يعني تطبيقات لنفع البشرية والسعادة، ولكن سبحان الله استخدمه في شيء ربما يعني رجعوا إلى الخلف إلى قرون للخلف، وسنأتي إليه. وهذا ربما يعني يعطينا مؤشر فيما يخص يعني ربط العلم بالإيمان. إذا الإنسان مهما بلغ من علم، مهما بلغ من المعرفة، إذا لم يربطه بالإيمان خلاص كأنه على الدنيا السلام، ربما يعني يزيغ عن الطريق السوي، بالتالي سينقلب عليه ذلك. مثل ما حدث في نوبل، يعني نوبل هذا ايش اخترع الديناميت، بالتالي من اجل انه ايش يعني قد يكون يعني هو ربما في البدايه يعني حسن نيه، ولكن راوا انه مستخدم في
في يعني الحروب وفي قتل الناس كذا، فأراد أن يكفر عن هذا، فيعني يعني تبرع بجميع أمواله لكي يكون بما يسمى بجائزة نوبل في عدة علوم، في السياسة، في الطب، في الكيمياء وفي غيره. ليش؟ لأنه انحرف، يعني مستخدم هذا العلم في شيء آخر. فهذه هي يعني معرفة إنه يعني محدودية علم الإنسان. شيء ثاني، قدرة الله تعالى في أن يرينا آياته. كنا نعتقد الخلية حين لا شيء أصغر من خلية، أصغر من الذرة. كذلك الإنسان ما ييأس، يعني يصل يجتهد ويعمل في هذه الدنيا وما يقول خلاص أنا قفلت السبل عندي. لا، الله سيفتح لك أبواب. إذا السرطان اليوم ماشي حل علاج، هناك شيء علاج حاله. سأشير إلى بعض العلاجات التي استخلصت من هذه الهندسة الوراثية. وأخيرا هي جهل الإنسان وتخلفه بالعلم إذا لم يربطه بالإيمان. فهذه حقيقة أربع أشياء جيد أننا يعني نستحضرها عندما نتكلم عن الهندسة الوراثية وعن علم الوراثة. متى بدأ علم الوراثة وما هو تاريخه؟ حقيقة علم الوراثة تاريخه عجيب وغريب، وسنعجب كيف 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 علماء اكتشفوه. ربما جميعكم درس في المدرسة العالم مندل، هو الذي بدأ علم الوراثة، وهو من النمسا. وكان سبحان الله هذا الطالب يدرس في المدرسة وكان من أفشل الطلاب، حتى إنه لم يستطع أن يكمل دراسته، فطلع من المدرسة أو طلع من الجامعة، كان تقريبا وصل الجامعة وطلع منها. فيعني تقارير أساتذته إنه هذا يعتبر من أفشل الطلاب، فما قدر يواصل. ثم ذهب إلى دير من الديرة اللي موجودة عنده، يعني يتعبد فيها ويجلس في ذلك الدير. وكانت في ذلك الدير بعض الكتب، بدأ يقرأ فيها وبدأ يعني يطالع تلك الكتب. ثم كان في الدير حديقة فيها بعض النباتات، ومنها نبات البازلاء. فقال أنا ليش، يعني شاف شيء نبات بازلاء طويل ونبات بازلاء قصير، قال ليش هالمفترقات؟ هل إذا أنا زاوقت بينهم أو يعني حاولت أجمعهم أينتج شيء متوسط؟ هذا مترين وهذا متر، بيطلع يعني متر نص النبات الجديد، خلنا أجرب. فراح ويعني ونبات طويل قص منه الجانب الذكري اللي يلقح يعني نفسه فيها عشان يكون يلقح نفسه، وجاب من النبات القصير ووضعه فيه، ثم أخذ ذلك وزرعه. انتظر، يعني كان يعتقد وسابق يعني نظرية جميعها إنه إيش يسمى بالنظرية التوسطية، النظرية التوسطية اللي هو إيش، إذا زوقنا بين اثنين واحد طويل واحد قصير يطلع لك شيء متوسط. كان علماء كذلك يعني هم اللي يعتقدوه وكانوا هذا اللي مشين عليه. فمندل يوم زرع هذا النبات الجديد إيش طلع له؟ طلع له ثلاث نباتات طويلات نفس النبات الثاني، ونباتة واحدة قصيرة، يعني من أربع، مثلا أخذ أربع يعني كرات أو أربع نباتات من اللي أنتجهن، وقيت ثلاث من طويلات واحدة قصيرة، يعني بهذه النسبة. ثم بعد ذلك يعني مرة ثانية راح وقرب أخرى، وفعلا طلعت له نفس النتائج. فاستنتج أنه لا يوجد ما يسمى بالنظرية التوسطية، وإنما هناك ما يسمى بالصفات السائدة والصفات المتنحية. السائدة معنى إيش؟ اللي هي تكون إيش؟ تغلب أو الغالبة. فأصبح الطول هو الغالب في نبات البازلاء، والقصر هو إيش؟ المغلوب عليه. بالتالي هذه الصفة موجودة في ذلك النبات. وبعدين إيش 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 عمل؟ يعني نشر بحثه ودراسته في كتاب، وزعه، فالعلماء كلهم رفضوه، قالوا أنت مجنون، فما حد قرأ. ثم بعد ذلك يعني توفى رئيس الدير، وأصبح هو يعني رئيس انتخبه هو كرئيس الدير. ثم بعد ذلك حاول هو ينشره، ولكن جميع السبل والطرق كانت مغلقة. فيعني نشر وعلمه في 66 عام 1966 إلى أن توفي عام 1984. لم يعني ما حد يعني عرف ذلك الشيء. ثم عندما توفي أمر رئيس الدير جديد بعد وفاته أن يحرقوا جميع كتبه وجميع أبحاثه. قال هذا مجنون، هذا مطلوب من الشرطة السياسية. ولكن سبحان الله طلابه الذي كان يعلمهم
أخذوا ذاك العلم وبدأوا ينشروه وبدأوا يهتموا فيه، فأتى علم الوراثة وبدأوا العلماء عادوا يعني يشوفوا على الحيوانات ثم على الإنسان، إنه الإنسان يعني أي إنسان فينا يحمل صفات من أبيه وأمه، 50% من أبيه وخمسين في المية من أمه، ولكن بعض الصفات تكون سائدة أو غالبة، وبعض الصفات تكون إيش متنحية أو مغلوب عليها ما تظهر، حتى بعض الأمراض تكون في الأبوين ما ظهرة مغلوب عليها، ولكن يجتمع في الابن فتظهر، كما قلنا في درس التكاثر يعني يمكن درس ثاني من السلسلة أو درس ثالث، إنه ربما صار بعض المشاكل في بعض الأسر إنه يطلع ابن في صفات ما موجودة في الأبوين، فيشك الأب في الزوجة ويتهمها باتهامات خطيرة، وهي لا يعني هي يمكن في السر علميا إنه هو عنده جين وهي عندها جين ما ظهر فظهر في الأبناء. فمن هنا أتى علم الوراثة وعلم يعني التوارث، وحقيقة القرآن الكريم كان لديه بعض الإشارات يعني فيما يخص الوراثة والتوارث، ويقول تعالى ورث سليمان داود ورث سليمان داود فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني يأخذ بعض إيش بعض الصفات وبعض يعني الأعمال الذي كان يقوم فيها. وأيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء يعني يأخذ إيش شيء من تلك الصفات، ليس مقصود الميراث المبالغ لا، فصفات العلم صفات الورع صفات التقوى، فهذه حقيقة بعض الإشارات التي ذكرت في السنة النبوية في القرآن الكريم فيما يخص الوراثة. فإذا ما هي النسل الوراثية وما هي مدلولاتها؟ حقيقة إذا أردنا نعرف النسل الوراثية هي عبارة عن ماذا؟ عن جراحة دقيقة جدا لمكونات الخلية الدقيقة، يعني العلماء إيش يسيو يحاولوا أنهم يدخلوا يعني بعض التغيرات داخل مكونات الخلية بحيث أن إيش يطوعوها كي تؤدي وظيفة غير وظيفتها. كما قلنا إحنا عندنا كم 100 تريليون خلية، يعني 100 مليون خلية، فيأخذ واحدة منها بطريقة يعني أحد الطرق لكي يغرس صفة محددة. وسنأتي إلى العلاج الجيني، إيش مقصود بالعلاج الجيني في تلك الخلايا؟ فموسى يغيروا في تركيبة تلك الخلية، فالخلية تصبح إنها إيش وظيفتها مختلفة الحين، أصبح إيش يعني مثل القطار، الحين مثل القطار يمشي كذا، يأتي عامل القطار والسكر الحديدية يلفها يوجهها مكان ثاني يخليها كذا، فالقطار بيلف كذا إلى 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 مكان آخر، فعمل تغيير بسيط داخل حدايق بسيطة فالقطار توجه إلى جهة ثانية. كذلك في الهندسة الوراثية يعني جزيئات الخلية الجينات، وهي حقيقة الجينات عبارة عن ماذا؟ عن مكونات المادة الوراثية للخلية، يعني يسمى بالحامض النووي، وهو حقيقة عن شريط مكون من عدة مواد وأزواج، هي تصبح أزواج يعني عدة أزواج هذه الخلايا تكون، والعلماء يقدروها بثلاثة مليارات زوج، ثلاث مليارات زوج في كل خلية من المادة الوراثية. أما الجينات العلماء طبعا هم سألتي اللي شرب بيسمى بمشروع الجينوم، فاكتشفوا إلى الآن حدود 30,000 جين، يعني صبغة لهذه الأشياء. فإيش اللي يصير يا أخوان؟ إنه الخلية يكون وظيفتها غير، والعلماء يعني بدوا فعلا في هذه الأشياء. مثلا داخل أجسامنا موجودة إيش؟ موجودة يعني بكتيريا تسمى ليكولاي، فعملوا لها بعض إحنا نسميها الفرمتة أو بعض الهندسة الوراثية، غيروا في مكوناتها ودخلوا بعض الجينات عن طريق فيروسات محددة، فأصبحت هذه الخلية تنتج إنسولين اللي هو إيش يفقدوه مرضى السكري، بينما وهذا الإنسولين طالع من إيش؟ من الجسم البشري، ليس من يعني بعكس الإنسولين السابق اللي يطلع من وين؟ من الخنزير مثلا أو من العقول، من بنكرياس الخنزير أو بنكرياس العقول الذي يعطوه في السابق لبعض المرضى، بينما هذا مطلع من وين؟ من إنسان. كذلك الأشعة الكونية
على مر العصور عندما تأتي الأشعة الكونية هذه وقدروا فعلا يتعرفوا عليها، تخترق الغلاف يعني الجوي، ثم تأتي إلى جسم الإنسان، تخترق الجسم، تخترق الجلد، تخترق العظم، تخترق اللحم، تذهب للخلية، تخترق الخلية اللي هي 100 تريليون خلية، 100 مليون خلية، وترخل فيه الأجزاء الداخلية مالها، وتغير سبحان الله في الشريط الوراثي، فتحدد وتغير فيه، فقد يكون إيش يصير إنه ينتج مرض سرطان، يعني في الأسرة مشي سرطان، فجأة يظهر السرطان في بلدة مو موجود، يعني مثلا عيب خلقي، وذكروا في تكلمنا في الدرس قبل الماضي عن التوحد، وقلنا إنه إيش في خلل وفي عطب جيني، حتى العلماء قالوا إنه الأمراض التي سببها يعني جينات معطوبة أو معطلة أو متغيرة 1500 مرض، يعني هي سببها إيش المادة الوراثية اللي هي إيش داخل الخلية، وليس يعني وليس جرح مثلا أو كسر أو مثلا يعني فتق، لا يعني شيء دقيق داخل الخلية متغير، بالتالي أصبح يعني الخلية مختلفة. فالأشعة الكونية هذه إيش عملت تغيير وأصبحت إيش يعني الخلية. شيء ثاني ربما فيروسات، يعني الحين الفيروس اللي موجود معانا تتغير فأيضا تهاجم الخلية، مثل السكري، يعني وجدوا أحد أسبابه إنه فيروس دخل البنكرياس، خاصة مثلا في اللي هو رقم واحد اللي في صغار السن، فإيش عمل إنه البنكرياس أصبح غير قادر من ينتج الأنسولين، عطب في داخل الجين، يعني هذا الفيروس هو اللي عمل إيش تهيج لذلك. إشعاع اللي يصير مثلا الأشخاص اللي يشتغلوا في الأشعة أو في المناجم أو في مثلا يعني قرب مثلا المفاعل النووي مثل ما صار في تشيرنوبل، يعني الكارثة اللي صارت في تشيرنوبل، الانفجار، وأيضا في هيروشيما وناكازاكي القنبلة النووية، إيش صار إشعاع يعني شديد، فهذا الإشعاع دخل في وين؟ في أجسام الناس، ودخل في الخلايا وغير الصبغة الوراثية وغير الشريط الوراثي داخل الخلية اللي هي إيش ما تراب أبدا بالعين المجردة. فالخلية أصبحت إيش وظيفتها مختلفة، بدأت تتكاثر، بدل ما تكاثر مرة إلى مرتين إلى 4 إلى 8، تتكاثر بشكل مختلف، 2 تكاثر إلى 8 مباشرة، إلى 64 مباشرة، إلى 200 مباشرة، فأصبحت تظهر الأورام، تظهر السرطانات في حادثتي هيروشيما ونكازاكي وحادثة تشيرنوبل. ف يعني الأشعة الكونية، الفيروسات والإشعاع، كذلك أيضا يعني أنماط حياة الناس، ترخين مثلا، يعني الترخين وجدوا إنه كذلك إيش يعمل، ليش السنة يصاب بسرطان الرئة في الترخين أو معظمهم، إيش اللي يصير؟ كذلك هذا الدخان شيء سام، يدخل مرة ثانية داخل الخلية، يغير داخل الصبغة الوراثية وغير الجينات اللي فيها، في خل الخلية تشتغل أو تؤدي عمل غير عمل الذي يفترض أنها تكون فيه، وهي إيش مساعدة في التنفس وتكوين الغاز التنفسي، فتصبح إنها إيش هي صلبة، يصبح ورم داخل الرئة. الخمور اللي يشرب خمر وبتلي بشرب خمر كذلك أيضا يعمل نفس الكلام، مادة سامة ترخل في خلايا الكبد تعمل أورام، ترخل في خلايا المعدة وتعمل أورام بسبب تغيير المادة. فسبحان الله يعني شيء إحنا ما كنا أول على بالنا، يعني نفتكر إن التدخين يأتي ويعني يجمع الأنسجة مع بعضها البعض ويكون ورم، هو لا ما يجمع الأنسجة، الأنسجة أبدا ما يلمسها، يدخل داخل الخلية ويدخلها إلى جزيئاتها ويغير في الشفرة الوراثية في الشريط الوراثي بدون ما أحد يعلم، وعاد تصبح الخلية كأنها إيش مارد انفلت من القفص وبدأ يظهر، عاد ما حد يقدر يعني يوقفه، تقص أنت اليوم بكى ظهر مكان ثاني، تقصه ظهر مكان ثالث، تقصه وهكذا تضطر تعطيه إشعاع وتعطيه كيماوي، وعاد الإنسان عاد هو ونصيبه في الدنيا كم يعيش بعد ذلك يعني إشعاع. فيعني هنا العلماء حقيقة يعني بدوا يعرفوا بعض السر، بالتالي أصبح الإنسان سعادته إيش في يديه، يعني بهذا سعادته في يديه، يعني أنت إذا أردت أن تكون حياتك قصيرة تستطيع، وإذا أردت أن تكون حياتك طويلة بمشيئة الله طبعا
تستطيع كذلك. لماذا؟ لأنك تتبع الطريق الصحيح، لن تشرب الخمر، لن تدخن. كذلك أيضا يعني الفيروسات اللي مصحوبة بالأمراض الجنسية، وجدوا إنه يعني أكثر ما يكون في يعني عنق سرطان عنق الرحم في يعني النساء التي لديهن علاقات جنسية متعددة. لماذا؟ لأنه أيضا في فيروس ينتقل من مكان إلى مكان. كذلك مرة تكلمنا عن البصمة، إنه داخل يعني داخل الرحم في بصمة للرجل، له بصمة يعني فقط بصمة واحدة للرجل. أما إذا جاء عدة رجال فتكون إيش عدة بصمات، فالرحم إيش يصير له؟ يعني يتعقد، يقول أي بصمة هذا، أي بصمة أنا الحين أعتمد، أي بصمة أمشي عليها، فيصيبه يبدأ ظهور فيه السرطان وظهور هذه الأورام. فسبحان الله يعني العلم عندما عرفوا ذلك، هذا اللي يفترض البشرية يعني تستفيد بهذا الشيء. يعني قد نكون إحنا نقول الزنا حرام وشرب الخمر حرام، بس يوضح من هالطريقة إنه يا إنسان إذا خضيت بيدخلك داخل الخلايا وأنت ما تدري، بالتالي بيصيبك إيش، تبدأ هذه التأثيرات على جسمك. فهذه هي يعني مدلولات هذه الهندسة الوراثية وكيف تدخل في جسم إنسان. نأتي الآن إلى الجينوم البشري، ومشروع الجينوم البشري حقيقة هذا مشروع طموح، والعلماء يعني بدوا فيه في عام 1990 وخصصوا له 3 مليارات دولار، وكان يتوقعوا أنه يخلص مشروع بعد 15 سنة في عام 2005، ولكن سبحان الله اشتركت عدة دول عدة شركات، فاستطاعوا أن ينتهوا من مشروع الجينوم البشري في 10 سنوات في عام 2000. حتى أنه بيل كلينتون يعني صرح في عام 2000 أن البشرية أصبحت على باب السعادة، وهو حقيقة يتوهم أن هذا الجينوم البشري عندما العلماء استطاعوا أن يفكوا الشفرة الوراثية، يفكوا هذا القيد ويعرفوا تفاصيل المادة الوراثية، أصبحت البشرية على باب السعادة من أجل أنها تقضي على الأمراض. ولكن حقيقة أصبح عكس التوقعات. إلى الآن ما زال العلماء يبحثوا يعني كيف يستفيدوا من هذا، يعني لم يأتي إلى الآن تطبيق عملي لمحو. يعني هو حقيقة وهذا قدرة الله يا أخوان، يعني تصوروا مثلا لو هذا الجينوم البشري، طبعا هو الجينوم البشري إيش اللي صار، استطاعوا أن يتعرفوا على 30,000 جين، يعني 30,000 مكون للصفات الوراثية. مثلا الذكاء هذا يعني جين حاله، سرعة البديهة، الذاكرة، النظر، لون البشرة، حسن الصوت، طول القامة، هذه كلها صفات وراثية، كل واحدة إلها جين. اللكنة فيعني موجودة في الأب وموجودة في الأم، فإذا اجتمع بنتيه خلاص يطلع الطفل مثلا طويل، أو يطلع الطفل مثلا قصير، أو مثلا ذكي، أو مثلا عنده لغة، أو مثلا لون بشرته كذا. إذا ما اجتمعان ربما تروح عصفة السائدة في أحد الأبوين، وهي قد تكون إيش ما ظهره. فاستطاع العلماء يتعرف على 30,000 جين. إيش قالوا العلماء؟ قال خلاص إحنا خلاص حطينا يدنا على باب السعادة، فما نسوي أي جين معطوب يعني في أي مرض. مثلاً نأخذ مثال الإيدز. الإيدز إيش اللي يصير؟ بوش يسمى الإيدز؟ يسمى مرض نقص المناعة المكتسبة، ليست وراثية وهي إنما مكتسبة. يأتي الفيروس يدخل في خلية، داخل الخلية ويدخل داخل النواة ويدخل إلى الحمض يعني النووي وإلى الشريط الوراثي ويغير في الجين، بالتالي الخلية مرة ثانية إيش قلنا تصير مارد، فتبدأ في التكاثر، تبدأ في الهجوم، فيصاب سرطان، يصاب ببثور، يصاب بحمى، يصاب بكذا. فقالوا خلاص هي فرصة نقدر نعرف جين للإيدز، يعني يسوي له عطب أو الجين معطوب في الإيدز، فنروح بكل سهولة نطلعه وندخل جين ثاني جديد، بالتالي خلاص احنا قضينا على مرض الإيدز. ولكن أنى لهم ذلك، الله تعالى هو حافظ. تصور لو قدروا العلماء يسوي كذا، إيش بيصير في البشرية؟ كان بتقتل فواحش باشرة، يعني لو كل يعني كانهم هم الخالقين، كانهم هم يعني يدبروا الأمر بحيث أنهم خلاص هذا يمرض هذا ما يمرض، هذا أنا أستطيع عالقك بأمري، بينهم لا. فللآن تطبيقات الجينوم البشري
تطبيقات الهندسة الوراثية ما زالت عند فقط معرفة الجين المعطوب أو الخلل في المادة الوراثية لكل مرض. كما قلنا المرض مثلا مرض توحد وقالوا شيء جين محدد فيه تقدر تعرف عليه، فهذا يعطيك تشخيص. أنت كأب أقل شيء يطمنوك أنه ابنك عنده هذا المرض، الآن ما نعلاج، ولكن ربما نعطيك علاجات مساعدة، تدريب، تأهيل، ندخله مدرسة خاصة، ندخله مركز متخصص لكي يعني يستطيع أن يواصل الحياة، وربما يعني يشق طريقه في 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 مثلا في في الرقي وفي النمو. كذلك مثلا وطبعا سنأتي إليه يعني بعض التطبيقات أيضا قدروا اكتشفوا بعض الأدوية وإن شاء الله سنأتي إليها أيضا بسبب هذا الجين. فمشروع الجينوم البشري ربما أنتم بتسمعوا عنه، وأنه هذا أصبح يعني هو بمثابة يعني الخريطة أو الحقيبة الوراثية للإنسان بمثابة الشفرة الوراثية، بمثابة يعني يعني حقل المعلومات أو يعني خزينة معلومات وصفات للإنسان من جميع أنواع الذكاء، فبالتالي أو جميع أنواع صفات من الذكاء وغيره، بالتالي هم يستخدموا مثل ما يعطوه. وإن شاء الله سنأتي إلى كيف ربما العلماء استطاعوا إنه يأخذوا جزء من هذا الشيء، ولكن يعني ما زال البحث في الجينوم واستخداماته جارية، ونتمنى إن شاء الله العلماء يستطيعوا يصلوا إلى مرحلة فعلا إنه تنفعهم ويحققوا السعادة في ذلك. ثم بعد ذلك العلماء أيضا بدوا كذلك في استخدام هذه الهندسة الوراثية، واخترعوا ما تسمى بالبصمة الوراثية. وكما علمت في إذا دروس سابقة تكلمنا عن بصمة الأصابع، بصمة العين هي القزعية، بصمة العرق، بصمة الصوت. الحين يعني دخلوا بشكل يعني أوسع وبشكل يعني أعمق، وقالوا هناك ما تسمى بالبصمة الوراثية. كل شخص يتركيبه في مادة وراثية تختلف عن أي إنسان آخر في الدنيا، فاستطاعوا فعلا أن يصلوا إلى بعض يعني التركيبات لتلك المواد في بعض القضايا، واستخدموها في أول شيء في قضايا الجنايات والجرائم، مثلا في مسرح الجريمة وجدوا مثلا شعر موجود أو يعني دم أو مثلا ملابس. طبعا الملابس تعرفوا إنه الجلد يعني يتغير، كما قلنا كل 3 ساعات يطلع خلية منه، فيأخذ هذه الملابس تفضوهن كذا أو يأخذ شيء منهن ويفحصوا الخلايا ويطلع منهن DNA، يطلع منهن هذه المادة الوراثية، ثم يقارنوا مع يعني مثلا مع الضحية إذا كان مثلا في جلده أو شيء قبل هذا، فاستطاعوا يتعرفوا على تلك الأشياء وتوصلوا إلى ذلك، فنفعهم هذا العلم، نفعهم عن طريق البصمة الوراثية. في كل إنسان أصبح البصمة كذا. العلماء كذلك في مجمع الفقه الإسلامي قالوا يجب أن نضع حد للهندسة الوراثية وللبصمة الوراثية، فلا يجوز استخدام هذه البصمة الوراثية في إثبات النسب الذي ثبت شرعا. يعني ما نقول أو نفيه مثلا، يعني ما نقول مثلا هذا الولد يعني ولد زنا، نريد نتأكد هل هو من هذا الشخص صاحب الماء فنعمل له بصمة وراثية، لا، لأنه هناك في إيش كما تعلموا الحدود، يعني كذلك في قضايا أو في حالات الحدود والقصاص، يعني ما ممكن استخدام البصمة الوراثية والهندسة الوراثية في ذلك. ليش؟ هناك في إيش في بينة وفي إقرار، يعني عشان تثبت زنا ليس بال يعني بالهندسة الوراثية أو بالبصمة أو بكذا، لا، في شهود 4 من الشهداء وغيرهم من الأشياء هذه، كذلك بخصوص القتل وغيره. عشان تطبق القصاص والحدود يجب يكون عندك إيش تطبق الشريعة الإسلامية فيها. فالعلماء قالوا يعني في خاصة في مجمع الفقه الإسلامي إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال يعني استخدام هذه التقنية في سبيل يعني إزاحة التشريعات الإسلامية، إثبات بعض الحدود وبعض كذا. فلا يمكن إثبات مثلا ولد زنا، ولا يمكن إثبات مثلا يعني في حالة قضايا أو حالات
الحدود والقصاص. كذلك أيضا قالوا لا يمكن كذلك استخدام الهندسة الوراثية في تحديد الجنس للأمة. قال ما ممكن إحنا في يعني في الأمة مثلا نقول مثلا عمان دولة قررت إن مثلا شافت إنه كثير نساء فيها فقررت إنه خلاص إحنا نريد نعمل آلية يعني بحيث إنه النساء ما تنقبل إلا ذكور فيعملوا إيش مثل أطفال نابيب يعني يأخذوا بويضة بيضة من المرأة وحمام من الرجل ثم يعني يدمجوهم بعض البعض وشوفوا البويضة المذكرة فقط أو نصف الأمشاك المذكرة طبعا هي تطلع عدة يعني نطف فيأخذوا فقط هذه وغرسوها في رحم المرأة بالتالي يصبح إيش الولد ذكر فيكون عندنا كل الأمة ذكر. العلماء قالوا هذا ما ممكن لأمة كامل نغير نسل الأمة كامل لأن تعالى إيش خلق التوازن في الأرض يعني الله تعالى مثلا يموت إنسان قد يكون يولد في نفس اليوم يموت ذكر يولد في نفس اليوم امرأة أو طفلة في مكان ثاني في العالم فأصبح في أنك في توازن. الحروب عندما تأتي الله تعالى إيش يصير لك حتى هذا ثبت علميا في الحروب العالمية الأولى والثانية كل النساء تم تولد بس ذكور ما ولدت إناث لفترة طويلة ليش لأن الذكور قتلوا في تلك المعارك وما أحد دخل إن كهندسة وراثية أو غيره. فالمجمع الفقهي الإسلامي قال لك ما ممكن إحنا نستخدم هذه الهندسة الوراثية من أجل إن يعني ندخل أطفال أنابيب ونأخذ جينات تكون ذكري وبالتالي كذا ولكن يسمحوا في تحديد الجنس للفرد مثلا يعني في مرض يعني ينتشر مثلا في الرجال أكثر حاجة فموجود في الأسرة فالعلماء أفتوا إنه لا بأس إنه مثلا إذا خاف عن إنسان إنه ربما يأتي بذرية أخرى إنه يستخدم هذه الطريقة لإنجاب مثلا ولد بدل ما يعني أنثى ولكن على مستوى الفرد شخص واحد مثلا في الأمة كلها فيعني لا بأس فيها. وطبعا في كثير من القضايا الثانية فيها خلاف وفيها آراء ولكن المجمع الكامل يعني اجتمع العلماء على جواز تحديد نسل الفرد وتحريمه على مستوى الأمة. فهذا أيضا يعطي جزء من 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 القضية. فالبصمة الوراثية يا أخوان هي يعني شيء حميد وشيء يعني ممكن إحنا نستخدمه لسعادتنا واكتشاف المجرمين واكتشاف قضايا بالتالي يعني القبض على هؤلاء ومحاسبتهم وتخليص المجتمع منهم وليس لي يعني نغير خلق الله ونغير يعني يعني مراد الله في الإنسان. نأتي الآن إلى أيضا قضية ثانية وهي العلاج بالجينات ويعني كما قلنا إنه العلماء عندما عرفوا يعني التركيب الوراثي للخلية قالوا خلاص خلينا نلعب فيها وخلينا نغير فيها فيعني نسحب جين ونركب جين بالتالي إيش يصبح لدينا يعني خلية صالحة. فبدوا فعلا في تجارب في يعني في النبات ثم انتقلوا للحيوان ويعني ثم انتقلوا للإنسان ويعني للأسف الشديد للآن يعني لم تجني البشرية والإنسانية أي فائدة من هذه التجارب بل على العكس يعني هم بدوا في الذبابة في أحد الذبابة جابوها وغيروا في يعني أحد خلاياها الجنسية تركيبتها ثم يعني يعني ولدوها في معامل طلعت فالذبابة بدل ما تكون فيها جناحين أصبح كم 4 جناح فيها جديدة بدل ما يكون فيها 4 رجول أصبحت كم فيها 6 رجول. وقالوا هذا فتح وهذا إنجاز بينما هو لا لو تجي هو ما إنجاز يعني الذبابة 4 ما تقدر تطير وقصدي جناحين وصارت 4 ما تقدر تطير بدل ما 4 رجول صارت 6 كأنها أصبحت من إيش من الفقاريات كانت ترجع يعني إلى كأنها مسخ إلى 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 إلى, إلى شيء ثاني. ثم بدوا كذلك أيضا في الإنسان إيش يصير مثلا يعني خاصة في الغرب يعني تعرفوا يعني إذا العلم ما يرتبط بالإيمان يصبح إيش قنبلة موقوتة
إيش صار؟ إنه مثلاً عدة طرق، يعني أحد طرق مثلاً الأشخاص اللي ما ينجبوا فيأخذوا يعني حيوانات منوية من الرجل وبيضة، طبعاً هي اسمها بويضة لكن هي يعني عربياً اسمها بيضة فليست بويضة، فأخذوا بيضة من الأنثى وكاثروهن فطلعن عدة إيش خلايا، فالمرأة يعني يأخذوا واحد منها يحطوها في الرجل خلاص في المرة راح المرأة ثم تحمل، البقية مش يسويهن ما رميوهن، يأخذوهن ويخزنوهن عندهم، فأصبح عندهم بنوك للنطف، سواء كانت نطف ذكرية أو أنثوية أو نطف أمشاك، وبدوا يشتغل عليهم وبدوا يلعبوا فيهم، فغيروا في بعض الجينات، قال خلاص أنا أريد طفل يكون ذكي، فجابوا الطفل يعني جين الجين من الذكاء ودخلوه، أريد طفل وسيم جابوا يعني جين من الوسامة ودخلوه، طبعا كيف يدخلوه؟ عن طريق فيروسات، جي فيروس يحمل هذا الجين ويدخل داخل الخلية، يخترق الجدار ويدخل المادة الوراثية ويغير تركيبتها، يعني هو الشريط في عدة مناطق يزيح منطقة هذه ويدخله، كأنه إيش كأنه يدفره يدخل فيه. فإيش صار؟ يعني هم كانوا يعتقدوا سبحان الله إنه بذلك بيكون عندهم فتح، يقدروا يطلعوا شعب ذكي، شعب قوي، شعب وسيم، شعب يعني خالي من الأمراض، شعب مقاوم الأمراض، جيش يستطيع يغزو أي مكان. ولكن كما قلنا أن لهم ذلك، هيهات. إيش اللي صار؟ بدأت تطلع مضاعفات، طلع طفل براسين، طلع طفل بأربع رجول، طلع طفل يعني قلبه مختلف صوب الثاني، فكأنه سبحان الله تعالى إيش أصبح إنه إيش مسخ، يعني بدل ما يعني الآية في القرآن الكريم إنه إيش وقعنا منه الكراتة والخنازير، مسخهم الله تعالى أو هذا الخلق أصبح إيش أصبح شيء آخر، فما أصبح استطاعوا أن يوصلوا كذا. فبالتالي يعني الآن وللأسف الشديد يا أخوان هذه التجارب تصير في غرف مغلقة وفي يعني مختبرات مغلقة في العالم، وهم الحين توهموا أن يستطيع أن يجد ذلك، وقالوا خلاص إحنا يعني هذا يعني مثل العالم الفلاني يعني وللأسف الشديد يضحك على النساء، يعني يحاولوا يغيروا في نطف الأمشاك ويأخذوها ويقول حال المرأة تعالي أنت تريدي يعني طفل زين يلا دفع فلوس ويعطوه هذا يخلو لها هذه الطفل مشي أو يستأجروا بسبب استئجار الأرحام فيدفع لها فلوس يقول إحنا بس فقط بين استأجر رحم مالك 9 شهور وأعطيك فلوس بس تحملي هذا الطفل متولدي تسلمين لي وطبعا هناك مش دين ومش إسلام وفعلا يوافق النساء كثير بسبب إيش المادة والحاجة فيحملا بس كل حمل الآن كله ممسوخ ما يطلع طفل أبدا بحالة طبيعية وبحالة يستطيع أنه يقوم فيها فسبحان الله يعني وحقيقة ما إحنا ما نعرف إلى أين متجهين يعني هذه الأبحاث كما قلنا اللي العلماء استطاعوا إيش أنه يعرفوا عنهن بس في أشياء الآن ما نعرف عنهن كما قلنا في غرف مغلقة تتم ويعني لذلك يعني الفتوى بخصوص أطفال الأنابيب لازم تكون على يد فريق مسلم ثقة ما ممكن يعني إنسان يروح دولة غربية ويعمل طفل أنابيب لأنه يعني احتمال يجيبوا لك من أي مكان يمكن ما يعطوك النطفة الذكرية يعني حيوانوي من الأب من أي مكان من بنك يعني بنوك نطفة أنثوية كذلك فبالتالي يصبح جيل مختلف عن الجيل الثاني طفل أنابيب هو فقط وسيلة إنه إيش يقربوا إذا كان مثلا كما قلنا الرحم ما قادر يستقبل أو يعني الحيوان منه ضعيف ما قادر يسبح طول ذلك المسافة من بداية الرحم حتى قناة فالوب ويلقح البويضة ثم البويضة ترجع وتنغرس في الرحم فتكون نطفة والعلقة والمضغة فيستخدم هذا الطفل أنابيب يعني يلقحه ثم البويضة يوديها إلى الرحم الشيء الثاني العلماء ايضا ما اكتفوا بذلك سبحان الله يعني كما قلت يعني شوف كيف جبروتهم وكيف شوف كيف انا اعتبر هذا جهل الانسان قالوا خلاص احنا مدام خلاص مدام يعني
تزويق هذه الأشياء وتغيير الجين ما فادت، خلينا نعمل حاجة ثانية، خلينا نسوي استنساخ بحيث إني أخذ يعني فلان يعني أينشتاين مثلاً، أينشتاين عبقري، كلامنا عن المرة الماضية، نيوتن عبقري، فنأخذ جزء من خلاياه ونستنسخها، نعمل إيش؟ كوبي يعني صورة مرآة بالضبط، يعني نأخذها ثم ندخلها في معامل ونطلع منها جين بحيث تكاثر نفسها في نفسها، بدل ما نجيب إحنا نطفة ذكرية ونطفة أنثوية وتنقسم ثم تتكاثر، لا، نفس هذه الخلية يعني بطريقة إنها إيش، خلية وحدة تنقسم وتكون جين. طبعا هذه لو سمعت في الأخبار، نعجة دولي يعني اللي فيه مذكر قبل سنوات استطاعوا يسوي ذلك، نعجة وطلعت مشابهة، فقالوا خلونا نعمل كذا، يعني مدام قدرنا في النعجة قدرنا في النبات خلونا نسوي في الإنسان. فبالتالي إحنا إيش بنجيب؟ شعب متشابه كله، نفس الشكل، نفس اللون، نفس الطول، نفس الصفات، نفس كل حاجة، بالتالي كنا حدثنا نقلة في البشرية. ولكن هذا إيش؟ كلام فارغ، يعني هم يحلموا، ما ممكن أبداً بأي حال الأحوال إنه يعني يسوي ذلك. فبدأوا كذلك بأخذ يعني عينات كذلك من 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 يعني من نطف اللي متبرعي بها الأشخاص، أو اللي مثلاً أجروا عملية أطفال نابيب، وفضلاً بدأوا ما يرميوهن، بدوا يسنسخوهن، وبدوا يعني يأخذوا مثلاً إنسان يعني يكثروا خلايا. ولكن الآن أبداً كثرة التجارب لم يعني يكتب لها النجاح، ولن يكتب لها النجاح، يعني ما معقول هم يكونوا الخالق، لازم عشان تخلق شيء أنت الله جعل مسببات، يعني الذكر مع الأنثى، ولا كان إيش فائدة إنه يخلق ذكر وأنثى؟ يعني إيش فائدة إنه تعالى خلق الذكر والأنثى؟ كان فقط يكون يعني جنس واحد، بالتالي يتكاثر بنفسه، ولكن الله تعالى يعني حكمة ربانية إنه ذكر له خصوصية وأنثى له خصوصية، بالتالي يعني يجب يكون اشترك بينهم حاجة مشتركة، نقل إيش يقيموا الحياة، حسكونوا يعني يكونوا إيش هم في مكان واحد. تصور لو ماشي مودة وراح مع عن يعني الدرس اللي تكلمنا عنه اللي تسكنوا إليها، لو تعالى ما خلى مودة ورحمة ما بين ذكر وأنثى، إيش بيصير؟ بيصير إنه الرجل في صوب والمرأة في صوب، كل حد يشتغل في صوب، ولا شيء بيت ولا شيء بناء ولا شيء حاجة، لكن الله تعالى لا، أراد أن يكون إيش بينهم شيء عشان يجمعهم، عشان يكون يبنيوا، ولا ما يكون شيء، المرأة تبني البيت وتربي الأبناء ويعني تجهز البيئة، بينما الرجل يذهب للعمل وللسعي وللرزق، فتستقيم الحياة. بينما لو شخص واحد، فهم مش يعني للأسف الشديد يا أخوان هم ما فاهمين الآن، يعني العلماء سبحان الله رغم إنسان يصل إلى مرحلة عالية من العلم، ولكن يعني سبحان الله، الله إيش يعني يعمي أبصارهم ويخلي على قلوبهم إيش أكنة، يا أخي أنت تشوف الحياة ما تستقيم إلا بهذا الشيء، فكيف تروح أنت وترخل؟ فهذا اللعب حقيقة في الجينات وفي يعني وفي المادة الوراثية هو حقيقة محاولة يائسة من هؤلاء العلماء الذي باعوا ضميرهم وباعوا أخلاقهم وباعوا إيمانهم لأجل حفنة من المال، لأجل إنهم إيش يعني يحققوا حاجة، هم حقيقة أن لهم ذلك. يقول تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إيش معنى هذه الآية يا أخوان؟ يعني هذا مطبقة في الجين، يعني هم يعتقدوا إنهم هم يستطيعون أن يمحوا ويثبتوا، ولكن ما قدروا، ما هم، الله تعالى هو الذي يمحو ويثبت وعنده أم الكتاب. إيش هي أم الكتاب؟ هي لوح محفوظ. فإذا اعتبرنا سبحان الله يعني أحد العلماء يقول لك والله ممكن هذا يكون لوح محفوظ للإنسان، هذا الدي إن إيه، هذا الحمض الوراثي، هذه 30,000 جين اللي موجودة في كل خلية من خلاياك، 100 تريليون خلية، 100 مليون خلية، 30,000 جين موجودة في كل خلية من خلاياك، 100 تريليون خلية، هي بمثابة اللوح المحفوظ، يعني الله تعالى يعني وضع فيها الخصائص، وضع فيها يعني حالتك كإنسان إيش بتكون في الدنيا وإيش بتكون في الآخرة.
هو يعني شريط يعبر عن الإنسان ويعبر عن حالته، ولكن هم الآن سبحان الله ما يفقهوا، لهم قلوب لا يفقهون بها، هذه القلوب الذي لهم يعني أعين لا يبصرون بها، يعني ما يبصروا بعيونهم وما يسمعوا بأذانهم ولا يفقهوا بقلوبهم. أيضا يقول تعالى يعني سبحان الله من أحد يعني جهل هؤلاء العلماء، يعني جزء من الجهالة إنهم حاولوا حتى في الحيوانات، في تجارة الحيوانات إن يدخلوا لها بعض المكونات، حتى إنه بعض العلماء يقول لك ربما الآية تتكلم وإذا حق عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقنون. إيش العلماء يقول في تفسير الآية؟ قال ربما إنه بلغ من حماقة العلماء إنهم يعني يأخذوا بعض الحيوانات، أو هذا يمكن يصير يأخذوا حيوانات ويدخلوا في بعض الجين تنقل الكلام عشان إيش تتكلم. فقال لك هذا ربما الحين على مشارف كم ساعة، يعني مدام الحين العلماء وصلوا إلى هذا الشيء أن يريدوا يسيروا خلق حدهم ويريدوا يعني يغيروا خلق الله، فلأمرنهم في اللي بتكون أذن الأنعام وأمرنهم في اللي غيرون خلق الله، هذا الشيطان. فيعني قالوا العلماء إن ربما يعني الناس أو هذه العلماء يستطيعوا إنهم يعني يدخلوا بعض الجينات في بعض تجارب في بعض الحيوانات، مثلاً جين الكلام فتبدأ الدابة أو الحيوان بالكلام، فكأنك وصلت يا ابن آدم إلى حتفك إلى آخر حياتك وهي قيام الساعة. فهذا أحد التفسير اللي موجود، يعني شوف سبحان الله كيف يعني كيف يعني تجري الأمور في 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 في, في هذه الدنيا. يعني الإنسان يحسب إنه متجه إلى صلاح أو متجه إلى فتح أو متجه إلى شيء، ولكن هو في الحقيقة متجه إلى ربما حتفه إلى نهاية أجله. فيعني إيش يسوي؟ يفترض إنه يتقي الله تعالى ويحاول إنه يقف عند الأوامر الربانية ويعني النواهي التي نهي عنها. فهذه هي يعني الأشياء التي ربما يعني قد يكون العلماء يعني ما زالوا يمشوا فيها وهم في في غفلة عنها. نأتي الآن إلى تطبيقات الهندسة الوراثية، يعني ماذا نستفيد منها؟ إحنا كإنسانية يعني كيف يجب أن نتعامل مع هذا العلم ومع هذه الظاهرة؟ فأول شيء يعني العلماء بدأوا يستخدموها في إنتاج أشياء تسعد الإنسانية، منها تحصينات. الحين تحصينات اللي تروها تعطوا الأطفال كثير منها معدلة وراثيا، يعني مثلا يعطى فيروس مثلا عن الشلل، يقول لك راح اليوم حصن ولدي عن الشلل في الأطفال. إيش عبارة عن هذا؟ عبارة عن فيروس شلل بس إيش معدل وراثيا، بحيث إنك يدخل جسم الطفل ويعطي مناعة، يعني يعطي مناعة بس ما يعطي مرض. يعني طبعا أنتوا تعلموا أي عدوى تدخل جسم الإنسان تعمل حاجتين، أول شيء تسبب له المرض وشيء ثاني تسبب له مناعة. حتى فيروس الزكام يقول لك فوق يمكن حدود فوق يعني 30,000 نوع من فيروس الزكام فقط، يوم يجيك نوع من الزكام يروح عنك ما يجيك مرة ثانية، لأن إيش صار لك مناعة فيه، فيتعبك بس يعطيك مناعة عاد يجيك مرة فيروس ثاني وكذا، انتشارات كثيرة. فعندما تدخل عدوى في جسم إنسان تعطيه مناعة، بالتالي يكون كذا. فالعلماء يعني خذوا هذه الهندسة الوراثية فعدلوا بعض الفيروسات، جابوهن ويعني حطوهن في المعامل وبدوا يغيروا في داخل تركيبتهن وخلوهن يتوالدن، فأصبحن غير فاعلات خاملات كعدوى وكهجوم، ولكن ميزة المناعة موجودة فيها فيعطوها الطفل، فبالتالي الطفل يعتبر كأن هذا إيش جينو فيروس، فيبدأ بعمل مناعة. ففعلا يعني تشايفين وفيت أطفال يعني أبائنا وأجدادنا يعرفوا أكثر عنا كم كانت معاناة، واحد عنده كم طفل توفوا معظمهم ويبقى كم واحد وشوفوا يموتوا أمام عيونه، لماذا؟ بسبب العدوى. الحين بفضل الله تعالى يعني وصلنا إلى مرحلة فعلا قلينا هذه الوفيات بسبب ذلك. فهذه أحد تطبيقات الهندسة الوراثية، وهي حقيقة تطبيق محمود وتطبيق يعني في سعادة البشرية،
في إنقاذ. بدل ما الطفل يصبح معوق ويصبح يعني عالي على الإسرة، لا، أصبح طفل صاحي وصحيح، بالتالي ينتج ويبني الوطن. شيء ثاني، الأدوية. بدوا أيضا في تعديل بعض الأدوية من أجل يعني يعني تكون كذلك لها قوة ولها فعالية أكثر من غيرها. فأنت بدل ما تأخذ دواء بجرعة كبيرة، تأخذ دواء بجرعة مبسطة. حتى الحين بعض المضادات الحيوية تأخذها فقط مرة واحدة في اليوم لمدة 3 أيام. طبعا معظم المضادات الحيوية تأخذ إيش 3 مرات في اليوم لمدة 5 أيام، يعني 3 × 5 كم 15 جرعة. بينما هذا الدواء في نوعية بس 3 جرعات تأخذ في اليوم مرة، بالتالي الطفل تقدر تتحكم فيه، تعطيه مرة 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 خلاص إن شاء الله يكون يعني يشفى. ولكن مشكلة العلماء رغم استطاعوا يعدلوا بعض الأدوية، إلا أنهم أيضا يعني جبروتهم قالوا إحنا بننتج سمى بالعقار الجيني، يعني عبارة عن عقار جيني، كله عبارة عن جينات، هن عقار يدخل في الإنسان ويغير يعني كامل يعني تركيبة ماله، بالتالي المرض يختفي مثل السرطان وغيره. فبديوا في البحث والأبحاث والدراسات فترة طويلة، ففقط مؤخرا السنة هذه شركة تسمى نيكوتيد، هي شركة إيطالية، استطاعت أن تخترع أو يعني تنشي أو تحضر عقار جيني سميوه غليبرير. غليبرير هذا يعني عقار جيني عن مرض انسداد الشرايين في القلب وفي يعني الأطراف. بس في مشكلة واحدة، قيمته، وجدوا أن القارورة الواحدة قيمتها 1,400,000 دولار. عشان تعالج مريض عنده انسداد الشرايين أو مرض انسداد الشرايين كامل، طبعا هذا مرض وراثي، يعني انسداد الشرايين سدان حجن، يعني ما بسبب الجلطة وبسبب السكتة وبسبب الدهون، لا، يعني كبار السن، لا، حتى في الشباب. وجدوا أنه محتاج 42 قرعة من 21 قارورة، يعني محتاج 20 قارورة تأخذ منهن 42 قرعة عشان تعالج هذا المرض. ف 21 قارورة ضرب 1,400,000، كم يطلع لك؟ يعني حدود 30 مليون ريال، 30 مليون دولار. فمن هذا يستطيع أن يدفع هذا المبلغ لعلاج مرض حدد. فيعني هذا خطير يا أخوان، يعني هذا شيء خطير حقيقة. ليش؟ لأنه هذا ربما يكون إيش، حكر على الأغنياء. مدام أنا غني وعندي فلوس، وبعض الأشخاص الملايين عندهم كأنها عشرات ريالات، قالك ما عندي مشكلة أدفع 30 مليون، نقدر إنك تنهيني من هذا المرض، يعني يكون يطلع كامل. فيعني هذا الجانب المظلم من هذه التقنية. يعني نعم احنا فرحنا عندما استطاع ان يصل الى عقار جيني، ولكن ايضا استئنا عندما عرفنا ان قيمته بهذه القيمه 1,400,000 دولار للقاروره الواحده، بالتالي المريض يحتاج له 21 قاروره. فبالتالي يعني ايش ذنب الفقير يعيش معاناه؟ هو انسان خلقه الله مثل ما خلق الغني. الابحاث هذه عملت، والله تعالى أعطى هؤلاء العلماء جزء من العلم، جزء من العلم، ولا يحيطون بعلمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بعلمه إلا بما شاء. فأعطى إيش؟ جزء من علم الله تعالى ومن علم يعني الخالق لأنه تكتشف الأشياء. فعندما تكتشفها أنت لم تكتشفها، ليس لنفسك، ليس للأغنياء، ولكن للفقراء. فيعني فحقيقة نحن نتأمل مستقبلا أن تكون في متناول الآخرين. بالتالي حقيقة إذا استطاعوا العلماء وفعلا يعني ابتعدوا عن الجشع وابتعدوا عن اللا أخلاق وابتعدوا عن يعني عن عدم الضمير، وحطوا في نصب أعينهم الإنسانية وسعادتها والبشرية وسعادتها، سنصل في يوم من الأيام إلى عقار فعلا ينهي الأمراض التي تعاني منها الناس. سكري واحد كل يوم يضرب البر كل يوم في المستشفى، إن شاء الله يكون إيش؟ يشفى بدون يرجعها طبيعية. واحد دائما يكون عنده إيش؟ مثلا
أورام دقي ودقي يعني كذا، كذلك يعطى هذا الشيء وبالتالي محتاج. فبس هذا متى يأتي؟ عندما. لذلك يا أخوان هذا ربما هذه رسالة للمسلمين، يعني هذا يا أخوان لن يتأتى إلا إذا قام المسلمون به، مستحيل إنه غيرنا يكون فيه، لأن يعني كما قلنا يعني هذا باعوا دينهم ودنياهم، باعوا دينهم أجل دنياهم وباعوا آخرتهم من أجل يعني دنياهم. فلذلك يعني حتى مجمع الفقه الإسلامي في أعتقد دورته في البحرين قال يجب يعني يجب على الدول الإسلامية أن تبدأ في أبحاث الهندسة الوراثية من أجل أن يكون لها السبق في اكتشاف ما يمكن يسبب سعادة الإنسان. كما قلنا الدول الغربية إيش هدفهم يا أخوان؟ قشع، هدفهم إصلاح الشخصية، هدفهم تجارب. خلني أنا أطلع شعب، شعب مختار، شعب يعني له بعض يعني الخصائص. إحنا لا كمسلمين ما نريد، إحنا عارفين الله تعالى خلقنا بمثلية في أحسن تقويم، بس نريد شيء واحد، نريد هذا العلم يساعدنا يقوينا كمسلمين، إنه يبعد عنا الأمراض. طبعا هذه الأمراض يعني هي من أصل إيش، كيف قلت بعض منها أو كثير منها جاب إيش؟ بسبب سلوكنا، بسبب يعني أنماط حياتنا، بسبب يعني ربما تعدينا على يعني مخلوقات الله تعالى، سواء كانت في الأرض أو في أنفسنا، نغير أشكالنا، يعني نتعاطى بعض الأشياء التي رب كنت تذهب عنا بعض المدارك، فهذا الله تعالى يجازينا. بس سبحان الله لو مش شيء مثل شيء وراثي وشيء من الكون، جيد ان نستخدم هذا العلم من اجل ذلك. كما تعلموا يا اخوان يعني المسلمين او المسلمون الاوائل كيف كانوا علمهم، كيف كانوا حرصهم، يعني المخترعات او الاختراعات والكتب اللي الفوها ومجلدات و يعني العلم اللي انشاوه او العلوم اللي انشاوها وكانت تدرس في جامعات اوروبا وجامعات العالم الثانيه، اين تلك العقول واين تلك الصحوه وتلك النهضه؟ يعني هم سادوا بالتالي يعني ساعدوا، احنا الحين تركنا هذا الشيء فاستئنا وبالتالي يعني اصبحنا في ذله. فيجب فعلا ان نعيد ذلك، ان نعيد تلك الكره. حتى يعني وجدوا الحين يعني من 2000 من عام 1902 الى 2010 وجدوا انه 25% من جوائز نوبل من اخذها اليهود، علماء يهود 25%، يعني ربع جوائز نوبل. بين المسلمين كم اخذ؟ تعرف كم اخذوا تلك الفتره؟ 5% من 10%، يعني نص في المية خلال من 2000 من 1902 الى 1900 الى 2010، يعني 25% مقارن 5% من 10%، يعني نص، يعني شيء ما يقارن. ليش يا اخوان؟ بسبب ان ايش؟ ركننا الى الدعاه، ركننا الى كذا، لان حدنا يعني اشتغل باشياء، مهتمين بالعلم، مهتمين بالمعرفه. يعني الاوائل هل تعتقدوا ان اجسامهم كانت مختلفه عن اجسامنا؟ لا، بالعكس احنا الظروف اللي عندنا اكثر. الحين انت عندك هذا الانترنت او التلفون في يعني مكتبات العالم، تقدر تعرف اي معلومه تريدها، ولكن احنا ايش؟ مكتبات خلينا في صوب، صرنا في القيل والقال، وتتبعنا الاشاعات، تتبعنا اعراض الناس، فبالتالي يعني حدنا عن الطريق. فهذه رساله يا اخوان لي ولكم ولجميع المسلمين في العالم، أننا يجب فعلا أن نستيقظ من السبات الذي نحن نعيشه، وأن يعني ننتبه. العالم حين يجري، يعني لا العالم ما يمشي، حين العالم يجري ويركض في 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 مجالات البحث، مجالات العلم، ويعني وعلمهم ما يتوقف وتفكيرهم ما يتوقف، يعني يمكن يعملوا أي حاجة، يعني إحنا كذا ما نخاف، ما عندنا أي مشكلة، أنا طالب يجازيهم، إحنا ما خايفين أنهم يجيبوا لنا جيش يعني يغزونا، جيش يعني مختار او جيش يعني له صفات خاصه، لا ما عندنا مشكله، انا تعالى يعني الله بيكفينا شرهم، يعني مستحيل يطلع حد او يطلع يعني شيء مثل ذلك. فنحن مطمنين،
بس احنا اذا نريد شيء حالنا، نريد حال الفقراء اللي عندنا، نريد حال الانسانيه، يعني خلي احنا ما نترقي شيء منهم، بس احنا يجب احنا ان نبني هذا الشيء بانفسنا. فعندما نبني هذا الشيء ونحاول ان نسويه، ان شاء الله سنصل الى العزه، سنصل الى العلو الذي احنا كنا فيه. كنتم خير امه وخرجت للناس، كنتم خير امه، فليش ما نرجع مره ثانيه؟ اصبحتم خير امه، ما ممكن؟ ممكن. ف يعني البعد عن الترهات، ثم ب يعني التركيز. وانا اعتقد كل واحد له دور يا اخوان، يعني داخل البيت له دور، انسان يربي اولاده، يربي اسرته، في المدرسه كذلك في له دور انه يعني تربي هذه الاجيال، في الشارع دائما يعني الامر المعروف والنهي المنكر لها دور. المؤسسات الاخرى مثل هذه المجالس، كان اسعد اشوف هذا الجمع الطيب جايين، يعني يوم خميس بعد دوام وبعد اسبوع متعب، وتركين ابنائكم وتركين اسركم جايين تحضروا. هذه يعني جزء من هذا ان شاء الله، يعني التوجه الى السياده والرياده في الحياه. ف يعني عده مجالات نستطيع ان نعمل فيها، لان كما قلت لكم يعني احنا ايش بدينا في السابق السلسله هذه؟ بدينا بالاشياء الظاهره، الحين دخلنا في تفاصيل. يعني كنا اول نعتقد خليه، لا، الحين داخل الخليه هذه الجينات. فلازم احنا يعني كمسلمين نحق اولى، يعني الحكمه ضاله المؤمن، يعني هو اولى بها اينما وجدها، فلازم نصل اليها ونصل وناخذها ونستفيد منها، بالتالي نسعد فيها. فهذه هي حقيقه، يعني هذه هي درس هندسه وراثيه ودرس الجينات. وكما شفتوا يعني كيف الموضوع يعني له اهميه كبيره في حياتنا وفي اخرتنا. ويعني الله تعالى امرنا فعلا ان يعني أن نبحث في الارض ونبحث في انفسنا، نفكر فيها ونحاول ان نستنبط هذه الايات، ما ظهر منها وما خفى، واسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذه أحد النعم الباطنة، الجينات. إذا بس استخدمناها وين؟ استخدام الأمثل لسعادتنا. أما إذا استخدمها مثل القوم لشقائهم، يعني إذا سنذل مثل ما ذلوا هم كذلك. فأسأل لكم التوفيق، وأسأل لكم الصحة والعافية، وأن يعني ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا ورائدنا وقائدنا إلى جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.